جدا إخواني متتبعي قناة مراد بيتيل. اليوم سأشارككم واحد النشاط ديال جمعية الشعلة للتربية والثقافة ليصادف اليوم العالمي للشعر. تبارك الله، كنشكر الشعلة اللي أتاحت لنا هذه الفرصة باش أننا تبارك الله نعيش معهم هذه اللحظات هذه السعيدة. نحبوك الله يحفظك. تبارك الله الشعر والشعراء عندها تبارك الله اللبنة هو أما الشعراء الأخت راضية شي كلمة أختي راضية باش نديروها حتى هي في يوتيوب. شي كلمة بسيطة على هذا اليوم هادي، كيفاش فكرتوا في هذا اليوم هذا؟ إطار رمضان الشعر الثقافي، جمعية الشعر للتربية والثقافة دائما تمثل سنة 21 مارس اليوم العالمي للشعر. بطبيعة الحال هناك وزيرين سيحضرون. تبارك الله، واحد النخبة. بطبيعة الحال هناك زجاج، هناك أبيات شعرية، هناك تشكيلي، وأيضا كما ترون ضيوف على شكل مقهى. تبارك الله، مقهى بطبيعة الحال ستكون هناك مقهى حقيقي وقهوة للجميع والشاي الصحراوي أيضا إن شاء الله. شكرا للراضية وبالتوفيق لكم. سيدي تبارك الله عليكم، عواشر مباركة والله إلا صافي بليزير، صافي بليزير أن هاد الوجوه الطيبة الله يحفظكم. أنتم غا الوجوه الطيبة اللبان السي فخر الدين الصحفي ديالنا والممثل الشهير ديالنا الممثل الدولي السي بلعيد أكريديت. كي داير خويا؟ هاد الوجه الطيب اللي مازال لم ينال حظه من الشهرة، لم ينال حظه من الشهرة عالميا، خلينا من وطنيا. دوي لنا شوية على بلعيد. بلعيد اللي ما يعرفش بلعيد ما يعرفش نصح. شنو اللي قلتي لي الخشبة؟ أين خشبة؟ كانت خشبة تنتقل السيدي هذا. ياك، سي بلعيد. ستنطق بماذا؟ بتاريخ ماذا؟ تاريخ المسرح، شنو المسرح؟ وجمعية النصر، وجمعية التحدي، وجمعية هذاك الكمين، هذاك الحق. واحد المجموعة طيبة ومن ضمنهم هذا السيدي هذا. تبارك الله. كان باقي في عز شبابي وانا لا اجامله. كنقول الحقيقة. والسي فخر الدين. هذا راه من بين أحسن سيناريست في المغرب، ولكن يا ليت الزمان. شرفني باللقاء في جريدة العالم هذا السيدي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. من جملة الناس الطيبين. الحمد لله. وهذا السيد هذا. والسيد اللبان حتى هو الحكواتي ديالنا السي جوحة. والكشفية. الله يحفظكم، الله يحفظكم، تبارك الله عليك. السي حنين حتى هو يعني النخبة، ماشي النخبة، النخبة تبارك الله. النخبة، النخبة تبارك الله. هذا كسرى، هذا عنده تاريخ معنا في جامعة عين الشق تبارك الله. شو الصدف؟ بغات باش انه يجي اليوم هو يانيمي لينا في خريبكا. وشوف هاد كسرى هذا ما كيحشمش، هاد كسرى هذا تبارك الله. شي كلمه با كسرى، يلاه سير. سعيد جدا بزاف بشفتك. الله يكبر بك حبيبي. انه ملي كنشوفك واحد النافذه على الحياه الطلابيه والفنيه، خصوصا ديال الجامعه. احنا طلبه في الشرق. تبارك الله. سي جدا في واحد الجامعه. الفيتوك يرضي عليك حبيبي. يا ليت الزمن يعود. اي سي فكاك رشيد، سي متقي، تماما، وسي عبد الله اعراج، يا سلام، واحد المجموعه ديال النخبه تبارك الله عليك. سوريا واه سوريا وتيلي.